يعني الانتخابات المبكرة هي صارت قانون بالنتيجة. أنا أقول أي واحد ممكن يرفع دعوة بالمحكمة الاتحادية يكسبها. هسه أستاذ وائل يتحدث أنه ماكو داعي، بالفعل إحنا نقول ربما انتهت الدورة التشريعية، هي مو 25/11، هي راح تصير يحسبونها حسب أول جلسة. يعني راح تصير يوم 6/1 6/1/2026 اي بس اول جلسه المحكمه هو احنا حاسبين يعني اول جلسه مجلس الانتخابات وانا حاسب ال 45 يوم قبل انتهاء صح بالضبط اي فصير بالضبط فهو بكل بكل الاحوال ماكو اتفاق. لكن انا اقول انتم بالبدايه قلتوا انه ذاهبين لانتخابات مبكره، وحتى اليوم القيادات داخل اطار التنسيق تتحدث عن انه ضروره ان نذهب الى انتخابات مبكره. اما قضيه الاتفاقات، هذه الاتفاقات هي مو جديده، نقض هذه الاتفاقات وعدم الالتزام بها ترى هاي واحده من المشاكل اللي ربما دعت الحزب الديمقراطي الكردستاني في انتخابات 21 ان يذهب مع التيار الصدري، لان دائما الاتفاقات ما تنفذ، وهذه اشكاليه حتى خلقت لنا عدم مصداقيه في كل ما يصدر. اليوم رئيس الوزراء انا من وجهه نظري بصرح تصريح مع يعني شخصي مع مسؤولين مع يعني بامانه دقيقه يقول انا ما عندي مشكله نذهب الى انتخابات مبكره ونجري الانتخابات، وكان واحد من الـ 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 يعني الامور التي ثبتت، ولكن القضيه مهمه، القضيه من القوى السياسيه، هل تسمح القوى السياسيه بحل البرلمان والذهاب؟ انا اعتقد بالبدايه كانت لا، لان اذا نذكر تصريحات السيد مثلا نوري المالكي بالبدايه وهو الاب الاكبر ربما للاطار التنسيقي يقول ماكو داعي للذهاب الى انتخابات مبكره. اليوم السيد نور المالكي يتحدث عن تغيير 180 درجه انه من الضروري ان ماذا يعني ذلك دكتور؟ هذا التغيير في الخطاب او في الرغبه؟ تغييرات سياسيه انا اعتقد بوجهات النظر والخلافات والصراعات، وبالتالي انا اعتقد يعني ما نقدر نحمل رئيس الوزراء انه هل هو استطاع ان ينفذ هذه الورقه، ورقه الاتفاق السياسي.